يا سنة المختار يا درب الهدى، أنت النجاة من المهالك والردى. يا سنة المختار يا قطر الندى، للفضل والإحسان كنت المحتدى. يا سنة المختار يا أحلى صدى، يا خير ما فيه المحدث قد شدى. يا سنة المختار طاب المنتدى، قد كنت للمحتار نعم المقتدى. يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عبر. في هذه الحلقة مشاهدي الكرام سنتناول قصة ماشطة بنت فرعون. ما هي قصتها وما الأحداث التي دارت فيها؟ كان لامرأة فرعون كان لابنة فرعون امرأة تمشط شعرها وتهتم بها، وفي يوم من الأيام وهي تمشط لها شعرها سقط المشط، فقالت هذه الماشطة بسم الله، فنظرت البنت إليها فقالت الله أبي؟ قالت لا، ربي ورب أبيك الله عز وجل. فقالت إذا أخبر أبي؟ قالت أخبري. فأخبرت أباها فجيء بها فقال ألك رب غيري؟ قالت نعم. فأراد فرعون معاقبتها فجيء بقدر كبير فيه زيت مغلي، وحاول أن يؤثر على هذه المرأة وأولادها معها، فأخذ أولادها أمامها واحدا واحدا يرميهم في هذا القدر وهي تنظر إليهم لعلها أن ترجع عن دينها وتقول أن الله هو أنت يا فرعون. ومع ذلك الولد بعد الولد بعد الولد، وهي صابرة محتسبة ثابتة، حتى جيء بآخر طفل رضيع في يدها فأرادوا أن يرموه، فكأنها أخذتها رأفة وشفقة الأم، فنظر الطفل إلى أمه وقال يا أم أثبتي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ثم رميت هي مع أولادها، وكانت قد أوصت فرعون قبل أن تموت، قالت إن لي أمنية عندك، أنني إذا مت أنا وأولادي فاجمع عظامنا مع بعض في 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 قطعة قماش واجعلنا في قبر واحد. قال لك هذا. هذه القصة وما فيها من أحداث وعبر ستكون هي موضوع حوار ودردشة حلقتنا اليوم مع المشايخ الفضلاء. دعوني أرحب بهم واحدا واحدا، فهم أهل فضل. أرحب بالشيخ منصور، حياك الله يا شيخ منصور. حياك الله أستاذ طلال، وحيا الله المشاهدين ومشاهدات جميعا. أيضا أرحب بالشيخ عبد الله، حياك الله يا شيخ عبد الله. حياك الله أستاذ، الله يحييك. أرحب بالشيخ بدر، حياك الله يا شيخ بدر. الله يحييك بارك فيك. وأيضا أرحب بالشيخ نايف، حياك الله يا شيخ نايف. الله يحييك وبارك فيك. مشاهدي الكرام فاصل يسير ثم نعود إليكم. يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى. الشيخ عبود، سبحان الله العظيم، الله جعل للأمة رموز وقدوات. كان أحد هؤلاء الكبار الإمام الشعبي رحمه الله تعالى، هل من حديث حول هذا الإمام؟ طبعا الإمام الشعبي سبحان الله يعني ولد في خلافة عمر بن الخطاب، وتوفي سنة 103، ويقول عاشرت من أصحاب رسول الله 500، الله يرضى، وروى الحديث عن 47 صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هذا الإمام حافظة يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني أحدا حديثا فتمنيت أن يعيده، من قوة حفظه ووساعة علمه. يقول الزهري هذا الإمام الجليل، يقول العلماء أربعة: الحسن البصري في البصرة، وسعيد بن المسيب في المدينة، والإمام الشعبي في الكوفة، ومكحول في الشام. الله. هذا الإمام العظيم سبحان الله أعطاه الله عز وجل رجاحة وفصاحة وعلم غزير. يقول لابن سيرين من طلاب أنس بن مالك، يقول دخلت الكوفة فإذا الإمام الشعبي قد تحلق حوله طلاب العلم في حلقة مهيبة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفرون. الله. هذا لغزارة علمه. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. الله الله الله. يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى. أهلا بكم مجددا بعد الفاصل. لي أبدأ بأسرارنا طبعا،
هو أصغر واحد فينا. شيخ منصور في هذه القصة أيضا يبرز نموذج جميل للمرأة الصالحة التي تؤثر دينها وأن تثبت على دينها على زخرف الحياة الدنيا. حقيقة القصة مؤثرة جدا، وأحداثها وما حصل لهذه الماشطة مع أولادها وهي في هذا البيت الفرعوني، وصبرها وثباتها والكرامة التي أكرمها الله جل وعلا بها حتى في يعني مع هذه الرضيع أنطقه الله جل وعلا، كما أنطق الله جل وعلا الرضيع الذي كان مع المرأة التي في قصة جريج، لا في قصة جريج، وكذلك قصة أصحاب الأخدود، في قصة أصحاب الأخدود لما يعني الأم ترددت قال يا أمه اصبري فإنك على الحق، وهنا تقول أو يقول لها اصبري فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني هذا نموذج عظيم جدا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ليكون درس حقيقة لكل مسلم، أن دين العبد أهم من كل أمر آخر، وأنه إذا عرض للإنسان في حياته ما ينقص من دينه فالدين مقدم والدين أعلى والدين أجل والدين أغلى، ومن أكرم الدين ورفعه في حياته أكرمه الله جل وعلا ورفعه في دنياه وفي آخرته. هذه المرأة اسمها غير محفوظ ولا يعرف اسمها، لكن خبرها وفعلها محفوظ، بل الله جل وعلا أكرمها بكرامة عظيمة لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم واشتمت تلك الرائحة الطيبة. لذلك أقول يا كرام الضروريات التي جاء الإسلام بحفظها كما يقول العلماء خمس، والمقاصد الكبرى يعني لهذا الدين كلها تنص، وكل كلام العقلاء والعلماء على أن أعظم الغايات والمقاصد التي ينبغي أن يحرص العبد كل الحرص وجاءت النصوص بحفظها هو حفظ الدين. لماذا أيها الإخوة؟ لأن كل كسر غير كسر الدين يجبر، يا سلام، وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران، لكل شيء إذا ضيعته عوض وليس لله إن ضيعته عوض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو نلاحظ يا إخوة في دعائه اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، كل مصيبة غير مصيبة الدين تهون، لكن إذا أصيب العبد في دينه ماذا يبقى له؟ نحن أصلا ما وجدنا على وجه هذه الأرض ولا خرجنا من أرحام أمهاتنا وبطونهم إلا من أجل هذه الغاية. نحن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا من أجل هذا الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذلك حديث أبو هريرة اللي في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا كذلك جعل أول الأدعية التي ينطق بها ويسأل الله إياها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. عصمة أمرنا هو هذا الدين، فإذا إذا إذا إذا, 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 إذا ضاع هذا الدين أو إذا فرط فيه الإنسان كل يعني ما بعده سيكون يعني لا قيمة له. فأقول حقيقة هذه القصة فيها عبرة وفيها عظة وفيها نصيحة لكل مسلم، أنك إذا ثبت على دينك ولو كانت هناك مكاره، لأن الثبات على هذا الدين وحفظ هذا الدين ليس أمرا هينا، سيأتي للإنسان في الطريق أشواك، لكن هذه الأشواك وهذه المكاره هي ثمن الجنة. وذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على دينه، وأن يجعلنا وإياكم كذلك ممن يحفظون أديانهم ويعينون الناس على حفظ دينه. آمين يا رب. شيخ عبد الله، سبحان الله، صلاح الوالدين أحيانا له أثر كبير في صلاح الذرية، وهذا واضح من قصة هذه المرأة مع أولادها. دائما سبحان الله الذي يلفتني في هذه القصة والله ويجذبني أنها امرأة وليست رجل، والمرأة ضعيفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، المرأة ضعيفة. ففي هذه القصة يعني ليس رجل، الرجل أثبت، الرجل أقوى، لكن أنها في هذه القصة امرأة. لكن إيش الإيمان هذا؟ إيش الصلاح هذا؟ المرأة أغلى ما تملك في هذه الدنيا أبنائها، واحد تلو الآخر، وما عادت قوة إيمان، قوة صلاح، وصلاحها ينعكس في صلاح أبنائها. أعطني امرأة صالحة ستجد صلاحها ينعكس
في صلاح أبنائها. إذا أردت صلاح المجتمع عليك بصلاح المرأة، لأن المرأة مدرسة، أم مدرسة في بيتها. كم من الناس أب أو أم صالح، ولربما يأتي ابن من الأبناء غير صالح فيقول أنا صالح، لماذا ابني ليس بصالح؟ اثبت على صلاحك أيتها الأم، اثبتي على صلاحك أيها الأب، اثبت على صلاحك، والله لربما في حياتك أو بعد مماتك ستجد هذا الابن إيش؟ صالح، سيغيره الله تبارك وتعالى ويصبح ابن صالح. ما الذي أتى بالخضر وهو وموسى عليه السلام سفر حتى قالوا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا؟ الله سبحانه وتعالى يسوق الخير حتى يصلون إلى مدينة فيها يتيمين يقيمون لهم الجدار ويحفظ الله لهم هذا الكنز بسبب ماذا؟ وكان أبوهما صالح، صالح صغار عايشين في مدينة والمدينة فيها أمة، ويحفظ الله حق هؤلاء بصلاح أب قيل أنه الجد السابع قد مات، لكن حفظ الله تبارك وتعالى بصلاحه هذا الكنز لهؤلاء اليتيمين. فلذلك الأم لابد أن تكون صالحة. كم من أم تتمنى أن أبنائها يصبحون يعني صلحاء موفقين من أهل خير من أهل الصلاح؟ ابدأي بنفسك وأصلحي نفسك، وكذلك الأب ابدأ بنفسك وأصلح نفسك. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. وأنا أقول ألا إن في البيت امرأة إذا صلحت صلح البيت كله، وإذا فسدت فسد البيت كله. جميل، مشاهدي الكرام فاصل يسير ثم نعود إليكم. يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى. رسالة إلى أختي العفيفة، إلى أختي الصالحة، إلى أختي المحجبة الطائعة لربها سبحانه وتعالى. أختي لست لوحدك، إنما معك عائشة رضي الله عنها، وصفية رضي الله عنها، وأمهات المؤمنين في حجابهم وعفافهم وطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى. أختي يا من طبقت قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هنيئا لك هذا الحجاب وهذا الستر، فإن حجابك في الدنيا حجاب لك يوم القيامة عن النار. يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى. أهلا بكم مجددا بعد الفاصل. شيخ بدر، الموضوع يعني حول فصول هذه القصة موضوع جميل. يعني وجود الإنسان في يعني في بيئة فيها كل وسائل الإغراء ليست عذرا بأنه ينحرف الإنسان عن الجد. الله أكبر. الحقيقة هذه المرأة خلد النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها للأمة لتكون عبرة لمن بعدها، وقبلها امرأة فرعون الله خلد ذكرها في القرآن لتكون عبرة للمؤمنين إلى آخر الزمان. فعندنا مثلين لامرأتين عظيمتين، زوجة فرعون وماشطة ابنة فرعون، ومن بيت واحد، ومن بيت واحد، واحدة في السراء واحدة في الضراء، يا سبحان، واحدة مغريات واحدة فتن وابتلاءات. امرأة فرعون تخيل زوجة فرعون يعني ايش بتكون في القصر وايش عنده من الاغراءات، ومع ذلك ثبتت وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. فجعلها الله مثل للأمة كلها نساء ورجالا. وهذه أيضا ماشطة ابنة فرعون ابتليت وعذبت وصبرت وثبتت، وجعلها الله مثل للمؤمنات على مر الزمان. الأصل إن الإنسان
في مثل هذه البيئات يفر من البيئة التي تبعده عن الله ولا تذكره بالله، الأصل يبتعد. لكن قد يضطر الإنسان أن يكون في بيئة فاسدة، بيئة لا تذكره بالله كعمل، وربما في البيت. في هذا الزمان يعني للأسف ربما لا تجد إنسان متمسك بدينه إلا وتجده يؤذى. لكن يتذكر الإنسان ما لأجر الصبر إذا صبر وثبت على هذا الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيها كالقبض على الجمر، أجر الواحد فيهم، أجر العامل فيهم والصابر كأجر 50 منكم. قالوا: منا ومنهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. تخيل أجر الصابر أجر 50 من الصحابة في آخر الزمان، لثبتوا مما عندهم من الفتن. أيضا يتذكر الإنسان ما عده الله للصابرين في مثل هذه البيئات والثابتين أمام الإغراءات والابتلاءات، ماذا عد الله لهم؟ جنة عرض السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله غمسة في الجنة تنسيها كل الابتلاءات في الدنيا وكل الفتن التي مرت عليها في الدنيا، بغمسة في الجنة كما جاء في الحديث: فما مالك بمن يعيش في الجنة خالدين فيها أبدا. ويتذكر أيضا الصابر والثابت في مثل هذه الابتلاءات والإغراءات وهذه البيئات أن الدنيا هذه فانية، لا تساوي عند الله جناح بعوضة تؤثرها على جنة عرضها السماوات والأرض، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. جميل، الله يثبتنا. اللهم أمين. الشيخ نايف، الموضوع اللي أشار يمكن الشيخ بدر في آخر حديث، موضوع الصبر والابتلاء، وأنهما كلما صبرت وضحيت كان هذا مكان لتنزل الهداية على الإنسان أكثر. حدثنا عن موضوع الصبر والتضحية. حقيقة يعني أنا أقول الصبر والتضحية يعني هذه عبارتين حقيقة تحتاج من التأمل بعمق. يعني كل ما صبر الإنسان وكل ما ضحى في هذه الدنيا رأى من الله الخير الكبير في الدنيا وفي الآخرة. يعني دعنا نتأمل في ماشطة بنت فرعون، وهذه حقيقة قبل لا أدخل في هذا الموضوع أو في صلب الموضوع يعني أبغى أبثها رسالة لكل من يشاهدني الآن. يعني مهما جاءك من الابتلاءات في الأهل، في الأبناء، في الأقارب، يعني أتمنى أن تقف أو تسمعني بقلب واعي، ماذا حدث لهذه المرأة الصالحة؟ يقتلون أبناءها واحد تلو الآخر أمام عينيها في هذا القدر المليء بالزيت، حتى يأتي عند الطفل الرضيع. وتعرف الأم طبيعتها أنها فيها يعني مهما كانت صابرة ومحتسبة وصالحة فيها شيء من الرقة والحنية على أبنائها، فترددت تردد قليل لما رأت الابن هذا الطفل الصغير، فقال: اصبر يا أمه، فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فطلبت الطلب الذي هو معروف في القصة من فرعون، أنه يعني يجمع عظامها هي وأبنائها. لكن تأمل معي الكرامة التي الله عز وجل أعدها لهذه المرأة في الدنيا قبل الآخرة. عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء شم ريحة طيبة زكية، فسأل جبريل: ما هذه الرائحة يا جبريل؟ فقال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأبنائها. فكل من يقدم وكل من يضحي في هذه الدنيا جزما الله عز وجل سيكافئه في الدنيا قبل الآخرة. تأمل معي كل العظماء، كل سير الكبار، ترى ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بعد ما ضحوا وقدموا في هذه الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لو تأملنا في النبي صلى الله عليه وسلم يوضع سلة جزور على رأسه، يعني تكسر رباعيته، يشج رأسه، ومع ذلك صبر وظفر. وظفر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين باقي إلى أن تقوم الساعة. فنحن نقول يعني الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أعدوا لكل طاعة ولكل عبادة في هذه الدنيا وأخبرونا بها أنها لها ثواب محدد إلا الصبر. الله تبارك وتعالى قال عنه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من الذي قال هذا الكلام؟ الله تبارك وتعالى. إذا كان الله عز وجل هو الذي أعد الثواب لك سواء في الدنيا وفي الآخرة، يقول لك بغير حساب، يعني
يكفيك أنك ما يحتاج منك أنك تتأمل في هذا الأمر أكثر مما قال الله تبارك وتعالى عنه، بغير حساب سيكافئك بما هو أعظم مما تتمنى وأعظم مما يخطر لك على بال. والصبر دائما وغالبا ما يأتي على رغبات النفوس. تأمل معي يوسف عليه السلام، هل لو خير يوسف أنه يرمى في البير، فتنة امرأة العزيز والنسوة، فترة إخوته، هل لو خير سيقبل هذا؟ طبعا لا، بلا شك. لكنه تأمل بعد هذه الابتلاءات كلها، أخرج الله عز وجل رجل عظيما سطر الله عز وجل اسمه في هذا الكتاب العزيز إلى أن تقوم الساعة، يوسف عليه السلام. يا سلام. أنا حقيقة اللفتات والقفشات في القصة كثيرة، لكن دائما الوقت هو اللي يزنقنا حقيقة، ولذلك نضطر إلى ختام هذه الحلقة. فأقدم الشكر أوفاه وأجزل لكم، فجزاكم الله خير وشكرا لكم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة بأمر الله. مشاهدي الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سنة المختار يا درب الهدى، أنت النجاة من المهالك والردى. يا سنة المختار يا قطر الندى، للفضل والإحسان كنت المحتدى. يا سنة المختار يا أحلى صدى، يا خير ما فيه المحدث قد شدى. يا سنة المختار طاب المنتدى، قد كنت للمحتار نعم المقتدى. يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.